وللتعرف أكثر عن دور الدفاع المدني في الحج معنا على الهاتف المتحدث الرسمي للدفاع المدني سعادة العقيد محمد الحمادي. حياكم الله سعادة العقيد. حياك الله، مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام. مساء الأنوار، جهودكم تذكر فتشكر، ما شاء الله تبارك الله. بس حابين سيادة العقيد نتعرف في البداية عن أبرز ملامح خطة الدفاع المدني لهذا العام. تعتمد خطة المدرية العامة للدفاع المدني على عدة جوانب، جانب الوقائي أو التحضير المسبق هي من أولى الجوانب وأهمها، حيث يتم الوقوف على كافة مساكن الحجاج ومرافق اللواء السياحي وكذلك مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، والتأكد من كفاءة أنظمة السلام والحماية من الحريق والتزام القائمين عليها على اشتراطات وإجراءات الدفاع المدني بما يحقق مكان سليم ويحقق السلام لضيوف الرحمن قبل وصولهم. هذه هي كمرحلة أولى لإجراءات الوقائية. جميل. يتزامن معها انتشار فرق الدفاع المدني وفور وصول حجاج بيت الله الحرام، تبدأ المرحلة الثانية والتي بدأت اليوم مع تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منها لقضاء يوم التروية. بدأت انتشار رفع جاهزية فرق الدفاع المدني ونشر فرق التدخل السريع وأيضا تكثيف الجولات التفتيشية في المخيمات ومتابعة هذه الحالة والجهود التي تبذل من خلال مركز عمليات مشاعر الدفاع المدني لإدارة الموقف ومتابعة كل ما يستجد على الميدان. طيب سيادة العقيد، معلش لو يعني طالما أنك تطرقت للمخيمات في أثناء حديثك، أبغى أسألك عن المخيمات المطورة، ما هي فكرتها وما هي طرق التعامل معها للسلامة؟ طبعا الخيام بدأت بمقاومة للحريق والآن تحسين أكثر ووجود إضافات تساهم أيضا في نفس الخدمة في مقاومة الحريق وتقديم خدمات ومميزات أخرى. جانب السلامة جانب مهم جدا يحرص على الدفاع المدني، ومعايير السلامة هي ثابتة لا يحيد عن الدفاع المدني وهي متوفرة، فكل ما يحقق راحة ورفاهية حجاج بيت الله الحرام يتم توفيره في إطار السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام. سيادة العقيد، يعني ما شاء الله احنا كل سنة نلاحظ التطور السريع ما شاء الله في وزارة الدفاع المدني والآليات الجديدة اللي نشوفها حتى في الميدان، في سواء في مشعر منى أو مزدلفة أو عرفات أو حتى في مكة المكرمة نفسها. إيش الآليات الجديدة اللي استخدمت هذا العام 1443؟ كل سنة تدخل الخدمة آليات حديثة للدفاع المدني تعزز و تضيف لقوة البشرية قوة الآلية لدى منسوب الدفاع المدني وجهاز الدفاع المدني بشكل عام، وهي الأفضل على مستوى العالم. طبعا تختلف هذه الآليات وفق الاختصاصات والمهام، سواء في الإطفاء وفي الإنقاذ وفي حالات الإخلاء والتطهير للموقع، فهي مختلفة باختلاف مهامها. الأكيد أنه كل سنة والله الحمد تدخل خدمة آليات حديثة هي الأحدث على مستوى العالم. جميل. طيب معليش سيادة العقيد، أبغى أسألك عن إدارة الحشود. يعني ما شاء الله، يعني معروف المكان ما هو مرة كبير اللي هي المشاعر المقدسة، دوب وكمان كان الدكتور نبيل في البرنامج اللي قبله بيتكلم عن الموضوع هذا، لكن الحشد فيه ما شاء الله كبير، الخطة جدا محكمة على ما شاء الله مدى السنين ما شاء الله. يعني هذه وطبعا مختلف جنسيات، مختلف لغات، مختلف طباع، كيف يعني أنا أودي أعرف كيف تتم وضع دراسة هذه الخطة، خطة إدارة الحشود؟ طبعا إدارة الحشود هي معنية بها جهات أخرى وتشترك فيها جهات أخرى من ضمن الدفاع المدني فيما يحقق سلامة الحشود. الحقيقة المملكة رائدة في هذا الجانب ولله الحمد. صحيح. من خلال الخبرات التراكمية ومن خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة ومن خلال التنسيق الكبير بين كافة الجهات ومن خلال الإعداد الجيد. جميل. لموسم الحج، يعني لا يبتدي موسم الحج من خلال الشهر هذا أو قبل الشهر، ولكن طوال العام هناك اجتماعات بين كافة الجهات الحكومية. صحيح. لمتابعة ولتعزيز وتحديث البيانات والمعلومات وإيجاد إيجابيات جديدة، مستجدات جديدة، تحديث، فجميع هذه الجهود تكلى والله الحمد دائما بنجاح أي مرحلة من مراحل. ما شاء الله. طيب بس نقطة أخيرة لو تسمح لي سيادة العقيد، الرسائل اللي تحب توجهها إلى الحجاج خصوصا أنه بعد ساعات حيبدأ إن شاء الله
يصعدوا إلى صعيد عرفات، لو في رسائل كده مهمة تحب توجهها لهم؟ الحقيقة في إرشادات حرص المدير العام الدفاع المدني على توفرها، لذلك لدينا تنسيق ومع منظومة الإسكان ومنظومة النقل وأيضا وسائل الإعلام، بخلاف كافة الشاشات ولوحات الطرق الموجودة في مشاعر المقدسة تتضمن رسائل عديدة ومتعددة يتعرض لها الحاج. أيضا من خلال هاتف شركات مزودة للهاتف تصل رسائل بلغات مختلفة أيضا للحجاج. رسالتنا هو أن يتقيدوا بهذه الإرشادات ووضعت لسلامتهم ولتحقيق سلامتهم والالتزام بتعليمات المشرفين في الحملات الذين لديهم ولله الحمد الدراية الكاملة من خلال الاجتماعات معهم والورش العمل لتحقيق السلامة لحجاج بيت الله الحرام. سعادة العقيد محمد الحمادي المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع المدني، شكرا جزيلا لقبول الدعوة، وجهودكم تذكر فتشكر، الله يعطيكم العافية.